استاذ عصام، تعلقت على مباريات تاريخيه كبيره جدا في جميع البطولات الكبيره في العالم كله الحقيقه. من وجهه نظرك مباراه بكره هتبقى ماشيه في اتجاه ازاي؟ يعني الاهلي يلعب ازاي؟ البايرن هيلعبه ازاي؟ من وجهه نظرك طبعا. انا من وجهه نظري نقراها فنيا وايضا نفسيا وبلاننج مخطط كل فريق. نتفقوا كابتن للبايرن جاي للدوحه للفوز بالبطوله، هو المرشح الاول للقب. نعم. يعني في البلان تبع بايرن انه رايح للفاينل ويربح الكاس ويروح على بالكاس على بالميرس. هذه 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 القاعده ايش تقول المنطق. المنطقه انه بايرن لعب يوم الجمعه مباراه صعبه ضد ارتا برلين في الدوري. المعطى الثاني بايرن وصل 7 ساعات بالتاخير في رحله طويله من منشن الى الدوحه. وهذه عندها تعرف تاثيرها في التحضير البدني والجاهزيه. رقم 3 البايرن يعني حيلعب الماتش انه ينتصر من اجل انه يخلي قوته بعد 3 ايام البالميرس في حسابات البايرن منشن. هذا متفق عليه. انا اتصور حتى فليك ممكن يعني يحاول يلعب بعض البدلاء بعض الاحتياطيين. بالنسبه للاهلي شيء ثاني، الاهلي يلزم يدخل بثقه النادي الاهلي كنادي القرن في افريقيا. الاهلي ما عنده ما يخسر، مدجج بالجمهور اللي موجود في 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 استاد الدوحه. رقم اخر انه النادي الاهلي وتاريخه يعشق التحدي في المباريات الكبيره. انا متاكد يا كابتن وتذكرني نتذكروا بعضنا بالخير انه حتيجي فترات في المباراه انه الاهلي حيحرج بايرن وحيضغط على البايرن وذكرني باذن الله. فهمت؟ فهي هي مباراه على الورق في افضليه بايرن للخبره، ولكن الطموح بتاع النادي الاهلي انه اول شيء يخرج ماتش يشرف، باش كي تنتهي المباراه في 90 دقيقه كل اهلاوي يقول والله شرفتونا ورفعتونا راسنا كالعاده يا اهلاويه.